السلام عليكم واهلا بيكم في عالم امان. النهارده ان شاء الله زي ما شايفين كده هنعمل احلى شاور جل تحفه جدا ناجح جدا. انا دلوقتي بوريكم الشاور بتاعنا بعد ما عدى عليه ليله كامله ولسه كل ما بيقعد بيبقى احلى واحلى. يعني بوريكم ان هو بفضل الله مستحيل يكتل معانا او يتحول مثلا لقطع او يتقل كده يمسك في بعضه، مش ممكن ابدا. زي ما احنا شايفين كده اللون جميل، مركز جدا. يعني معلقة صغيرة ممكن ان انت تعملي رغوة كبيرة وريحة جميلة جدا جدا للشاور بتاعك. تاخدي شاور بمعلقتين كده وتمتعي بقى، احلى شاور، روعة جدا يا جماعة بجد. شايفين ترك الاصل والتقلي فيه، يعني انا لو زودته هيديني اكتر من كده. انا عاملة 5 لتر شاور جل وزي ما احنا شايفين كده تحفة يا جماعة، تحفة. يعني انا كمان يعني كل ما بيقعد بيزداد جميل. شايفين اللون المفضل بتاعه، بجد انا معجبة بيه قوي، مش هبطل اعمله خالص. يلا بينا نشوف الطريقة. ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك من عالم اماني كل فيديو جديد. اهلا بحبايبي الجداد، عايزة اقول اللي في القناة معايا وهسيب لكم لينك ان شاء الله لاول مره بيشوفني، لينك كل الفيديوهات بتاعتي باذن الله بتاعه المنظفات والشامبو الجميل اللي عملناه في القناه. دي صابونه نابلس شاهين، ايوه الصابونه دي تحفه يا جماعه، بجد صابونه هديه، يعني بيجهزوا بيها العرايس وبيعملوا بيها الشاور وبيعملوا بيها حاجات كتير جدا. بيجهزوا بيها العروسة. نابلس شاهين دي تحفة للجلد والبشرة وكل حاجة يا جماعة، صابونة بجد هدية. انا وريتكو الختم اللي عليها والاسم بتاعها. الصابونة دي بخلاصة الصبار، بجد تحفة جدا. انا كنت عايزة الحقيقة اجيبها بالزيتون بس انا ملقتش عنده الا بخلاصة الصبار، قلت مفيش مشكلة، الصبار برضو يعني مفيد جدا للجسم. هبتدي ابشر الصابونة. انا هاخد الصابونة كلها، عايزه تعملي كميه اقل وتعملي نص صابونه، هي برضو نص الصابونه هتعمل لك كميه حلوه قوي. شايفين دي الصابونه كامله، والله عملت بيها كميه 5 لتر واكتر كمان، والله انا لو زودته زي ما انتم شايفين كده روعه. بزود عليها كوبايه ميه، لازم تكون مغليه، وببتدي ادوبها وقلب قلب قلب. ما تزهقيش بقى من التقليب، ودوبيلي كده ايه النابلس شاهين الصابونه الروعه دي، هي بتدوب بسرعه على فكره جدا، مش محتاجه تحطيها على النار ومش محتاجه اي حاجه خالص. مش بس كده، دي هتتحول لكريم بمنتهى السهوله معايا. الصابونه دي بجد هديه، يعني كمان لو عندك خشونه في الكعبين كعب الرجل تقدري ان انت كمان تعملي ميه دافيه وتنقعي رجلك فيها وتحطي معاها شويه شاور وشويه ملح طعام وتفرجي على رجلك نعومه وحمار وجمال، وكل ده يعني من صابونه روعه يا جماعه، ليها استخدامات كتير قوي. ان شاء الله هنعمل وصفات تانية برضو لكعب الرجل واي وصفه انتم عاوزين تستفيدوا برضو من الصابون الطبيعي ده اللي زي اللي كله بلسم ده. هنشوف ازاي هو هيتحول معانا لكريم عامل زي البلسم بعد ما يدوب. والله ما استنيت عليه ولا خليته يتقل، هو من نفسه لما هيدوب هيبقى كريم معايا زي الفوم كده، هتشوفوه دلوقتي حاجة كده جميلة من الاخر. عبي بقى زي الشاور وفرحي بقى، شاور خام يا جماعة، شاور خام، وعيشي بقى، مركز جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. انا بقلب جامد، قلبي قلبي واوعي ايه تزهقي زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا عاملينه تقيل ومركز، انت تقدري تضيفي ميه زي ما انت عايزه عند الاستخدام، ده الافضل طبعا، انا ده اللي بفضله ان انت تضيفي ميه عند الاستخدام. اصبري على الشاور كده كام يوم، يعني بالكتير قوي تقدري تاني يوم تستخدميه، فيش كام يوم كمان، لان انا بصراحة استخدمته على طول، تحفة يا جماعة.
روعة جدا. يا ريت تشوفوا فيديو الشامبو، عملنا شامبو للشعر بمكون عايزه اقول لكم بيفرد الشعر وبيمنع القشره وبيمنع التساقط. عملنا شامبو يا جماعه بجد والله مش واخد حقه في المشاهدات، لو شفتوه فعلا هتعرفوا قد ايه الشامبو تحفه جدا، مفيد قوي للشعر، للشعر الخشن والشعر المجعد، يعني حاجه روعه يا جماعه في منتهى الروعه. حطينا في مكون بيخلي الشامبو بتاعنا يعني سايل وما يكتلش ابدا، يعني يا جماعه والله شامبو روعه. اي شامبو تاني او اي وصفه تانيه ممكن ان هو يكتل معاكم. طب تعالوا نتكلم بقى دلوقتي عن الشاور، وبعد كده فعلا الكلام عن الشامبو اللي عملناه في القناه الفيديو اللي فات على طول قبل ده. اللي عايز اللينك بتاعه عينيا الاتنين اسيبهوله في التعليقات، وبرده هيكون ضمن قائمه التشغيل اللي هسيبها في صندوق الوصف، تقدروا تشوفوها في الوصفات او في قائمة التشغيل بتاعة المنظفات والصابون اسمها كده. تمام، دلوقتي انا بعمل ايه؟ بزود مية. طبعا الطبق ده مش هيكفيني، انا حالا هنقله في طبق كبير، بس ايه خليني في ده دلوقتي عشان بس اوريكوا قد ايه التقل والكريم اللي اتحول معايا كريم روعة يا جماعة، ناعم على على البشرة وتحفة بجد. هنحط اضافات كمان مفيدة جدا للبشرة هنشوف حالا دلوقتي. قلب 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 شعرنا في اي منظفات. قلب 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 زي ما احنا شايفين كده، انا بزود مية من نفس البولة اللي كان فيها الايه الصابون، يعني ما وسختش حاجة. ودلوقتي بقلب بحط حبة حبة، دلوقتي انا مش محتاجه ميه سخنه خلاص، هي اول كوبايه اللي بيدوب فيها الصابون وبس. انا دلوقتي بزود ايه ميه دافيه، قصدي سوري ميه من الحنفيه عادي فتره. دلوقتي احط معلقه من زيت الزيتون، طبعا زيت الزيتون احنا عارفين انه تحفه جدا يا جماعه ومفيد جدا للجلد. الشاور ده على فكره تقدري تستخدميه كشامبو، يعني هو مفهوش اي مواد ضاره. هتحطي معلقه من ميه الورد، طبعا الريحة والجمال بقى، وكمان مية الورد بتفتح بشرتنا، يعني لو تليفنا بيه وغسلنا جسمنا مية الورد بتدينا ريحة حلوة في نفس الوقت تفتيح وكمان نضارة كده للبشرة. وقلب قلب بقى وايه وبزمة، وزيت الزيتون طبعا يعني حاجة تحفة، انت لو دهنتي بزيت الزيتون بس من غير شاور ولا حاجة جسمك اتفرجي على النعومة والجمال، بيبقى بيبرق كده زي جسم الممثلين. قلب قلب قلب. دلوقتي بقى هجيب اشوف بقى طبق كده ايه كبير علشان اقلب اقلب فيه الكمية الكبيرة اللي انا عملتها من الشاور دي زي ما احنا شايفين كده، علشان مش عارفة الصراحة اقلب في الحاجة الصغيرة دي. دلوقتي بقى هشوف اللون، انا عايزه اللون الموف. لو ما عندكيش اللون الموف ده اللي انا عملت بيه الشاور ممكن تحطي احمر على ازرق، تمام كده اللون الاحمر على اللون الازرق هيديكي الدرجه اللي انا عملتها النهارده، روعه يا جماعه فن كده. زي ما احنا شايفين كده، بس قلبي بقى ولازم يا اماني تجيبي حاجه واسعه علشان تعرفي تدربي اللون كويس كده، ما ينفعش. هقلب بس كده وادرب اللون، وبعد كده ننقله بقى في الطبق الكبير اهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين، شايفين التقل وترك الاثر. ولسه واحنا لسه زودنا حاجه، ده احنا هنزود لما نخلي الطبق اللي بياخد 5 لتر ده يسيح. احلى 5 لتر شاور ممكن تعمليهم وادعيلي. شايفين بقى الجمال، قلب قلب قلب. اللزوجة باينة وانا بقلب، التصديفة روعة جدا فيه، بس طبعا عايز يتزود، بس انا مش من انصار قوي يعني ان انت تزودي المية كتير في الشاور او في الشامبو او في الحاجات دي، انا بحب اخفها عندي الاستخدام بتبقى افضل كتير طبعا. زي ما احنا شايفين كده يا جماله والله العظيم، شايفين اللزوجة
افضلي بقى زودي لغايه ما توصلي للترات اللي انت عاوزاها، بس اهم حاجه ما يخفش مني الجامد. تمام كده يا جماله. طيب نكمل بقى الشامبو اللي عملناه ميزاته ايه الفيديو اللي فات، والله ما خدش حقه في المشاهدات زعلانه. ادعموني يا جماعه باللايك والتعليقات الحلوه بتاعتكم، بتشجعني قوي ان انا يعني اعمل حاجات احسن واقيم في القناه، وكل مره بحب ازود وابقى فرحانه جدا ان انا بشتغل في القناه، والتعليقات محفزه جدا يا جماعه. هحط ميه ورد تاني بحب ميه الورد بصراحه في الحاجه. الشامبو بقى اللي عملناه يا جماعه، يعني الناس اللي شعرها اكرت او خشن، المكون اللي انا حطيته ده او الشعر الافريقي اللي هو الخشن قوي ده، لو عندك بنوته شعرها مجعد جدا او خشن او متشابك بيضايقك. طيب المكون، نتكلم الاول عن المكون اللي انا بحطه دلوقتي ده. ده شامبو، تقدري تحطي بلسم، تقدري تحطي اي حاجه يعني فيها ماده حافظه تكون جاهزه من بره علشان يديكي وقت. هو الشاور ده اللي هو بالمكون الطبيعي ده بيقعد معاكي من 3 اسابيع لشهر. تمام كده، تقدري تستخدميه طول الشهر ما يجرالوش اي حاجه ولا يبوظ من حاجه. تمام كده، انا دلوقتي حطيت فيه بلسم. البلسم يا جماعه تحفه جدا، عندك شامبو حطي، بس انا ليه اخترت البلسم؟ لان انا عايزه حاجه ناعمه على جسمي، عايزه حاجه ريحتها حلوه جدا. فبصراحه كان عندي بلسم، قلت ايه احط منه قيمه 3 معالق كبار كده او معلقتين كبار مليانين. تمام كده، نتكلم بقى عن، نكمل كلامنا عن الشامبو. برضو ما تنسونيش حبايبي في اللايك، بالله عليكم بالله عليكم تحطوا اللايك دلوقتي عشان ما تنسوش، واعملوا لي تعليق حلو بالله عليكم عشان الفيديو يكبر ان شاء الله وينتشر واليوتيوب يعرضهولي في المقترح. كمان الشامبو